اكتر في البداية، ايه موضوع نزيف الرحم او مسماه او معناه؟ النزيف الرحمي او النزيف المهبلي هو الدم اللي بينزل في غير ميعاد وصفة دم الدورة الشهرية في اي وقت، يعني اي وقت طالما في غير صفة ووقت الدورة الشهرية فيسمى نزيف رحم. وده طبعا موجود في اي سن، وموجود في البنات والسيدات، وحتى ما بعد انقطاع الطمس اللي حضرتك تشرفتي بنت تقولي يعني. فهو ده بقى موضوع النزيف، وبيجي زي ما حضرتك بتقول في اي وقت، يعني ملهاش علاقه بسن معين، يعني ممكن بنت في بدايه نزول الدوره الشهريه، بس مش هو دوت الدوره الشهريه دكتور، ده حاجه تانية. لا، ما هو في ساعات النزيف الرحمي بيبقى متداخل مع الدوره الشهريه، بحيث ان السيده او البنت ما تبقاش قادره تفرق او تميز ما بينهم، ما بين الدوره وبين النزيف. دي نقطه مهمه. النقطة الأساسية في الموضوع هي إمتى السيدة أو الفتاة أو البنت تلجأ لاستشارة الطبيب، لأن برضو النقطة دي مهمة طبعا. إحنا بنشوف فاريشن، بنشوف اختلافات جامدة جدا. في ناس اللي هي بتطنش بوقت كبير جدا لغاية ما تيجي زي ما حضرتك قلتي في أنيميا شديدة ومشاكل وحاجات زي كده، وفي ناس تانية بيبقى عندها معدل الشكوى مستمر، اللي هو لا دي اختلفت يوم لا. فإحنا عايزين نوصل لتوصيف ان هي لازم تكون الدورة الشهرية منتظمة وبالصفة المعتادة بتاعتها، ما غير ذلك فهو يسمى نزيف. طيب امتى انا بقى السيدة او الفتاة تشتكي او تروح تزور الطبيب؟ في كذا حاجة. اول حاجة لو الكمية كبيرة جدا، يعني الدم على 3 درجات، اول درجة اللي هي نقط الدم اللي بتنزل عادية، تاني درجة او الدرجة المتوسطة اللي هو كتل دم بتنزل، اعلى درجة اللي هو الدم بينزل بكثافة لدرجة ان هو مش قادر يتجلط. فطبعا في الدرجه الثالثه دي بتروح الطوارئ، دي تبقى مشكله كبيره، اللي هي النزيف بدون تبلط، اللي هي النزيف الشديد، النزيف الشديد القوي لدرجه ان عوامل التجلط مش قادره تشتغل. في الدرجه المتوسطه بقى اللي هي كتل الدم اللي بتنزل، دي طبعا مع الوقت بتقدر تعملي نقبه، بتقدر تعملي انيميا، بتعملي تاثير على الجسم، او في غير توقيت الدوره الشهريه، دم ينزل في غير توقيت الدوره الشهريه. دي برضو مشكله، وخصوصا برضو في سن معين، او لو الموضوع اتكرر مرتين او ثلاثه. يعني انت لو الدوره دي حصل مثلا نزيف للسيده، الدوره الجايه حصل نفس المشكله، لا هي لازم تستشير طبيب طبعا، لان كتير. في برضو توقيتات معينه زي دم بينزل بعد العلاقه الزوجيه، برضو ده من الحاجات اللي هي الارمنج جدا بالنسبه لنا، لازم تكشف. يعني السن واثناء العلاقه الزوجيه، وايه تاني يا دكتور؟ والحاجه الثالثه طبعا نزيف ما بعد انقطاع الطمس، لو واحده سيده لو فوق السن ال50، مش سن معين، هي تكون الدوره غابت لمده سنه. فلو دورة غابت لمدة سنة ثم بعد كده ابتدى يحصل دم، أو ده مش دورة، تقول لك الدورة رجعت لي، لا مفيش حاجة اسمها الدورة رجعت بعد سنة من الانقطاع، ده نزيف. نزيف وفي 20% من الأحوال بيبقى أسبابه مش كويسة، فده لازم إن احنا ناخده بجدية وباهتمام جامد جدا ونكشف، لأن طبعا ممكن يكون حاجة لازم نستبعد الأسباب اللي هي مش كويسة. طب حضرتك اثرت نقط كتير جدا واسبابها، او نقدر نقول الاهتمام وركزت عليه اكتر موضوع السن. ليه يا دكتور عامل السن بيبقى ليه مثلا كده تفنيطه، او نقدر نقول ليه كده مواصفات معينه؟ يا ترى في فعلا بيجي في وقت من الاوقات ممكن، اصل يعني مين دلوقتي لو سالنا اي سيده اي بنت انت حصل لك موضوع نزيف؟ كل البنات وكل السيدات هتقول اه طبعا. كم مره؟ في ناس تقول كتير جدا، وفي ناس تقول معرفش ايه اسبابها ورحت لكتير دكاتره ولفيت ورحت لفوق 5 6 دكاتره ومعرفش ايه سبب النزيف، وتسال عملت تحاليل وعملت سونار وعملت كل حاجه ما نلاقيش سبب لموضوع النزيف المتكرر كمان. يعني حضرتك بتقول اكتر من سنه متكرر، لكن في ناس بتقعد بالسنين. ليه بقى يا دكتور؟ بداية السن اكتر، بداية احنا عندنا في اسباب عضويه واسباب وظيفيه للنزيف عشان نقدر نفرقه. الاسباب العضويه دي اللي انا بشوفها بعيني، مثلا لو المريضه جت وانا عملت لها سونار اقدر اشوف السبب بعيني، مثلا لحميه او ورم ليفي او تليف في جدار الرحم او امراض، يعني اورام على المبيض او على الرحم، دي كلها بنسميها اسباب عضويه. في اسباب وظيفيه، اختلال في الهرمونات او لخبطه او مشكله في بطانه الرحم، او المريضة عندها امراض نزفية بتنزف من كذا مكان، او بتاخد ادوية سيولة، او في لخبطة ادوية عاملة لها الهرمونات عاملة لها هذه المشكلة.
فلازم اول حاجه بالكشف ان انا اقدر اميز سبب النزيف. طبعا اذا حضرتك ما تفضلتي موضوع السن، ان البنات الصغيرين اللي هم في مرحله البلوغ او السيدات اللي هم في مرحله ما قبل انقطاع الطمس، الاثنين دول تحديدا بيشتكوا من موضوع النزيف ده بشكل متكرر بسبب الاضطرابات الهرمونيه. الاضطرابات الهرمونيه شائعه في سن البلوغ وفي سن ما قبل انقطاع الطمث، فطبعا ممكن تبقى كتير بتحصل وممكن ما تبقاش واخده الاهتمام الكافي لانها منتشره جدا، ولان بيبقى الموضوع ان احنا نطمئن المريضه انها تمام. بس طبعا ما ينفعش اطمئنها غير بعد ما اعمل الفحوصات، يعني لازم اطمن انا شخصيا ان المريضه تمام، ان انا مثلا لو هي في سن البلوغ انها ما عندهاش اورام في المبيض او عندها مشاكل في طنط الرحم، فلازم اعمل الفحوصات بتاعتي، لازم اخد التاريخ المرضي من المريضه كويس جدا، ثم بعد كده ابدا اعمل التحاليل بقى والحاجات اللي هي تبين لي الهرمونات اللي عند المريضه، ثم في الاخر اقدر ان انا اطمنها اقول لها لا ده النزيف ما فيهوش مشكله، او اديها اي حاجه توقف النزيف او حاجه زي كده. طب حضرتك اتكلمت كذا مره على سمك الرحم، يا ترى زي ما بيقولوا يعني ان هو سميك يعمل مشكله النزيف، ولا ان هو رفيع ورقيق يعمل مشكله النزيف؟ يعني يا ترى الاثنين بيعملوا ولا لا ملهاش علاقه؟ هما الاثنين يقدروا يعملوا المشكله النزيف مظبوط. لان طبعا لو بطانه الرحم ضعيفه، ان احنا عندنا الدوره الشهريه بتنقسم لجزئين، الجزء الاول بيبقى هرمون الاستروجين، الجزء الثاني بيبقى هرمون الاستروجين زائد البروجستيرون. فلو الهرمونات اللي بتطلع مش طالعه بالكميه الكافيه او طالعه بانها تقدر انها تحافظ على طانه الرحم، فالحاله دي طانه الرحم بتبقى ضعيفه، فدي طبعا سبب من اسباب النزيف. السبب الثاني ان السيده مثلا ما عندهاش تبويض، فهرمون البروجستيرون مش بيطلع بالكميه الكافيه او مش بيطلع اصلا، فبالتالي بطانه الرحم بتستمر في النمو فبتبقى سميكه، فبرضه بتعمل لي نزيف. ان انا اقدر افرق ما بينهم ده عن طريق العينه، ان انا اخد عينه من بطانه الرحم، يعني بالسونار انا بفرق فقط في السمك او في التخان بطانه الرحم، انما في الفحص الميكروسكوبي او التفصيل بالظبط ده عن طريق ان انا اخد عينه وافحصها في المعمل بواسطه دكاتره الباثولوجي. طب نرجع تاني دكتور محمد، وعايزه برضو اعرف كده شويه تفاصيل. في ناس تقول ممكن يكون سبب النزيف النتوءات الصغيره او اللحميات اللي بتبقى موجوده، فمع التغير والكلام ده كله ساعات اللحميات دي بتنزل وبتنزل على هيئه نزيف، يا ترى المعلومه دي صح ولا غلط؟ وبرده يا ترى برده اللحميات دي ينفع انها ممكن لها علاج، ولا لازم استئصالها بالمنظار، ولا برده طرق العلاج بتاعها ازاي؟ طيب مبدئيا اللحميه يعني النمو في بطانه الرحم، النمو ده ممكن يكون حاجه من بطانه الرحم نفسها، تضخم في بطانه الرحم او سمك في بطانه الرحم وعمل لي لحميه، او ممكن يكون ورم ليفي على شكل لحميه. طبعا الاثنين بيدوني المنظر بتاع اللحميه، فاللحميات كذا نوع مش نوع واحد. بس حضرتكم بتعرفوا تشخصوهم يعني طبعا، وبعدين انت تشوفه بالسونار انت تعرف الفرق بين التليف العادي وحتى برضو التليف الخطير، وبتهيألي اللحميات شكل اللحميه هو السونار مش 100% يقدر يقول لي بالظبط. اللي يقدر يقول لي بالظبط المنظار الرحمي. يعني السونار بيديني اقتراح ان في سمك في بطانه الرحم، ان في لحميه، نوعها ايه بالظبط انا ما اقدرش اعرف، يعني نوعها بالظبط ما اقدرش اعرف. فالحل في وجود لحميه ان انا بعمل منظار رحمي، اشيل اللحميه دي واحللها برضو واقدر اعرف عباره تركيبها عباره عن ايه. لو هو ورم ليفي خلاص اوريدي في كل الاحوال انا شلتها وبحللها. لو هي حميده والامور كويسه وما فيش اي مشكله خلاص يبقى ده علاج كافي للحميه. لو بقيت شعر فيها مشكله بقى او حاجه ورم او حاجه زي كده، يبقى ساعتها باخد الخطوات اللي هي تدخل جراحي. تدخل جراحي. طب دكتور محمد، عايز ارجع لنقطه مهمه وبالذات برضو عايزين نعرف المشاهدين ونعرف كلنا نفهم يعني ايه النزيف، يعني يا ترى بالكم، يعني مثلا هو معروف ان هو من 3 ايام لاسبوع اللي هو 7 ايام ده بيبقى نورمال او الطبيعي، يا ترى بقى في بنات تقول لك لا ساعات بتطول اكتر من كده، او ساعات مثلا تيجي 3 ايام وتريح اسبوع وتنزل تاني، ده يبقى نزيف؟ وكمان بقى نقيسها ازاي، او المشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي يعرفوا ازاي انها هو ده نزيف، يا ترى هو ده مشكله؟ حضرتك قلت غير التكتلات الدمويه اللي بتنزل في ايه تاني مؤشر؟ يا ترى اللون مؤشر ولا لا؟ عشان في سيدات برضو او بنات تيجي تقول لك انا بتنزل لي غامقه جدا وبسبب الحاله النفسيه، او بسبب مثلا الاكل، او بسبب ان انا زدت في الوزن، يا ترى كل الحاجات دي ليها برضو تشخيص مختلف عن كل حاله ولا لا؟ مظبوط. اول هناخد الاجابه من الاخر الاول، يعني هنبدا بالحاله النفسيه والاكل والكلام ده، هل ياثر على
النزيف ولا لا؟ مظبوط جدا، لان في جزء في المخ اسمه تحت الميعاد، الجزء ده هو المسؤول عن تظبيط الهرمونات بتاعت الجسم كلها. اي لخبطه في وزن الجسم، اكل زياده، اكل قليل، حاله نفسيه سيئه، كل الكلام ده كله بيأثر على الهايبوثالامس او تحت الميعاد ده، بيغير لي في شكل الدوره الشهريه او الكلام ده. دي نقطة. النقطة اللي حضرتك قلتي في الأول بقى اللي هو وصف النزيف، طبعا الدورة الشهرية العادية تبقى من 2 إلى 10 أيام، ممكن الدورة كميتها تزيد، ممكن كميتها تقل. البنت أو السيدة متعودة على دورة معينة بشكل معين، بلون معين، بكمية محددة. أي لخبطة في الموضوع ده بالزيادة هيبقى نزيف. يعني دايما كلمة نزيف بتعبر عن زيادة، زيادة يا إما في العدد الأيام يا إما في كمية الأيام. طيب الدورة تغيب وبعدين ترجع تكمل والكلام ده، أنا باخد العدد الأيام النهائي اللي بيحصل فيه نزيف وشوف ده لو في رينج الطبيعي، لو رينج مثلا بنتكلم من يومين لعشر أيام بكتير قوي، مش مقبول. إنما لو أكتر من كده لا، يبقى إحنا عندنا نزيف. النقطة الثالثة مثلا حاجة زي التكرار يا دكتور، يعني مثلا تقعد 3-4 أيام وبعد كده تقف وبعد كده تنزل لها بعديها بأسبوع تاني وبعد كده هكذا، تنزل يومين ولا ثلاثة وبعد كده تقف وبعد كده تنزل لها تاني. لا، هي كده عدت الوقت الكلي المسموح. يعني بقول لحضرتك احنا بنعد الوقت الكلي من بداية نزول الدم إلى نهايته، إن هو ما يتجاوزش ال 10 أيام. إن هو طبعا لو الوصف اللي حضرتك بتوصفيه ده، لا ده هي كده عندها نزيف معظم أوقات الشهر. أيوه. وملوش علاقة بالدورة. بالظبط. فده كده نزيف، ده استحق وصف نزيف. ان الدوره الطبيعيه زي ما قلت لحضرتك من 2 الى 10 ايام بالكميه اللي هي متعوده عليها، وده على فكره بيختلف من سيده الى اخرى. يعني في سيده ناس تقول طبيعتي كده بالظبط، انا من ساعه ما جات لي الدوره الشهريه وانا بتنزل لي بكثره جدا، وحتى بعد ما بتخلص بحس بهبوط وخمول، ودي علاقتها ايه بنزول الدم؟ هو فكره الكميه نفسها، يعني انا برضو بفرق ازاي ان واحده تقول لي انا بنزف بقالي 5 سنين. هو العبره في الكلام ده بالهيموجلوبين. انت هل النزيف ده موجود عليك ومستمر؟ ما اكيد لو موجود ومستمر هيعمل لك انيميا طبعا. يعني ما ينفعش يكون انت كل الوصف اللي بتوصفيه ده هو الهيموجلوبين مثلا 14 والحديد في الجسم كويس. يبقى اذا انت مثلا ممكن تكون هي متعوده على كميه قليله بس الكميه زادت. في ناس ثانيه ممكن تيجي بهيموجلوبين 4 وبتنزف ومش مدركه ان هي في حاله نزيف او انها عندها مشكله او الكلام ده كله. فدي نقطه مهمه. الهيموجلوبين المناسب يا دكتور نقدر نقول كام عشان برضو المشاهدين يسمعونا لو عملوا تحاليل وابتدوا ان هم يدوروا يا ترى عندهم المشكله او عامل لهم نزول الدم دوت عامل لهم انيميا ولا لا، كام المعدل الطبيعي بتاعه؟ يعني احنا في فتره الحمل بنقول مثلا هيموجلوبين 11، اقل من فترة 11 الحمل. فتره الحمل 11، اقل من 11 عندنا يعني. في بره الحمل بيبقى 12 لو احنا عندنا هيموجلوبين اقل من، بس طبعا يعني 11 هو اللي بنسميه السيتنج بتاعنا النورمال او التبين. يعني اكتر من 11 بنعتبره كويس. طب واقل من كام يبقى خطر او معدل كده؟ لا، ما الانيميا درجات. ازاي بقى؟ درجات. طب حلوه يعني المعلومه. يعني في مثلا اللي هو لو اقل من 11 لغايه 9 دي درجه بنسميها الدرجه العاديه، في درجه من 9 ل 7، في اقل من 7 دي درجه شديده جدا ودي تستلزم نقل دم. ان المريضه تاخد لازم تاخد نقل دم. طبعا هي ليها يعني مقاييس اخرى وقياسات اخرى، لكن انا بتكلم على الهيموجلوبين تحديدا. هو كده ان هو لو هي من 9 ل 11 فده المايل اللي هي الدرجه العاديه، من 7 ل 9 دي الدرجه المتوسطه، اقل من 7 دي الدرجه الشديده ودي بتستلزم نقل دم. في نقدر نقول ان في نزيف ممكن يؤدي لحياه المريض ان هو ينهي حياته؟ طبعا. يا ترى بس بسبب الانيميا ولا لا؟ على حسب درجة النزيف. يعني كان لسه في حادثة قريب لسيدة بعد زواجها نزفت وتوفت. فعلا. فده مثال للنزيف اللي ممكن يموت واحدة. اللي هو نزيف شديد جدا بكمية كبيرة قوي. طب ده حصل لها ايه دكتور؟ يعني هي يا ترى بسبب الحادثة ولا يا ترى بسبب ايه اللي ادى بيها للنزيف، ولا هي اوريدي؟ عشان برضو النقطة دي مهمة. يا ترى هي كان عندها مشاكل قبل كده وما كانتش بتروح تهتم انها تكشف عند الطبيب وتقول عادي، ده انا بسال زمايلي، انا بسال مامتي، انا بسال صحابي، بسال مش عارف ايه، وبلاقي كل البنات كده. يعني فعلا الكلمه دي دارجه جدا. لا لا، اما بتيجي تكلم حد وتقول له لا انا عندي نزيف، لا 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 ده العادي العادي، ما تقلقيش ما تقلقيش، ما تروحيش لطبيب ولا حاجه، ده العادي بتاع البنات. دي الكلمه دي يعني المتداول بين البنات يعني. فيا ترى دي بيبقى عندها مشاكل قبل كده اصلا
وفعلا ممكن تكون بتعاني من حاجه قبل كده وحصل بقى بعد الزواج، نزيف الحاد دوت ولا اوريدي ممكن يحصل في لحظه الزواج؟ هو انا ما اعرفش الحاله دي تحديدا يعني كان ظروفها ايه بالظبط، بس هو ممكن كل حاجه وارده، يعني ممكن يكون ان هو كان قبل الزواج في انيميا مثلا موجوده فعشان كده ما اتحملتش النزيف، ممكن يكون كميه النزيف كانت اكبر من انها تقف لوحدها او ان اكتر من يعني قدره الجسم على استيعاب الصدمه النزفيه فحصل صدمه نزفيه وتوفت. فالنزيف ممكن على حسب كميته على حسب درجته على حسب استمراريته. النزيف في بعض الاحيان ممكن يؤدي للوفاه لو هو بكميات كبيره والمريضه ما اتلحقتش وحصل نزيف فتره طويله يؤدي للوفاه. ممكن الشائع اكتر بقى ان هو يعمل انيميا على المدى الطويل، يبقى نزيف على المدى الطويل فجلنا المريضه بانيميا بالدرجات اللي قلت حضرتك عليها. وفي الحاله دي احنا بنبدا ان احنا نمشي بقى بالسيناريو اللي هو الاول حاجه الكشف الاكلينيكي ثم عمل السونار عشان نستبعد وجود امراض عضويه ثم الفحوصات الاكلينيكيه العمليه بقى عشان نقدر نشوف لو في مشكله اضطرابات في الهرمونات او حاجه زي كده. طب دكتور محمد صيدليه برضو ممكن يكون ارتباط النزيف من اسبابه، يعني ان حد يقول لك انا بسبب ان انا جالي فيروس او جالي بكتيريا معينه من بعدها ابتدى يبقى يجي لي نزيف كتير، يا ترى ممكن بكتيريا او فيروس يحصل يعني يتنقل عن طريق عدوى او حاجه ممكن تسبب نزيف ولا لا؟ طبعا طبعا في حاله ان هو عمل لي الالتهابات او في عنق الرحم. يعني الالتهابات ممكن تعمل نزيف؟ طبعا طبعا التهابات في عنق الرحم، التهابات في طنط الرحم، لدرجه إن, ان 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 على ذكر البكتيريا او الكلام ده حركة الدرن او اللي هو السل ممكن يحصل ياثر على طنط الرحم ويعمل لي نزيف. طبعا الامراض اللي تتنقل بالجنس او الكلام ده برضو ممكن تعمل لي نزيف، الالتهابات زي ما قلت لك الشديده تعمل لي نزيف، فطبعا البكتيريا والفيروسات سبب مهم. ممكن تعمل ضعف في البطانه فيحصل نزيف. طب في بنات يا دكتور وبرضو بالذات بقى البنات اللي متجوزتش دي حاجه بترهقهم وحاجه تقول ايه تعمل لهم شوية من القلق وشوية من التوتر، طب ايه ده انا لسه ما اتجوزتش وبيحصل لي نزيف. ساعات بنسمع من السيدات اللي اتجوزوا ان هم بيحصل لهم نزيف مثلا من اللوب اللي هم مركبينه، من ادوية اخدوها هرمونية ادت لبعد كده لحدوث النزيف لحاجات تانية، لكن للبنت بقى اللي ما اتجوزتش يا ترى دي حاجة للبنات اللي بيسمعونا دلوقتي حاجة مثلا، والامهات تقعد تقول لا 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 ده عادي وانا صغيرة في سني كنت بيحصل لي كده، دي حاجه بقى الام لا ما فيش حاجه اسمها انت كان بيحصل لك ويقوم بنتك يحصل لها، ويا ترى برضه ليها عامل جيني ولا يعني فعلا ممكن البنت يكون حصل لها زي والدتها ولا لا؟ طبعا موضوع النزيف طبعا النقطه الوراثيه مهمه جدا، يعني ال 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 ليها عامل وراثي يعني؟ طبعا طبعا النقطه الوراثيه مهمه جدا، ان احنا حتى لدرجه ان انا لما بيجي لي سيده مثلا في اواخر الاربعينات وعندها نزيف بقول لها مثلا والدتك الدوره قطعت عندها في سن كام؟ فتقول لي كذا، فاقول لها خلاص يبقى انت غالبا هتبقي زي والدتك او اختك الكبيره او الخاله او الكلام ده. فالنقطه الوراثيه مهمه، دايما بنقول النقطه الوراثيه مهمه في الاورام مثلا، لو واحده منهم جالها ورم فده بيلفت شد الانتباه ان احنا ممكن يجي لها هي كمان ورم. برضو نقطه انقطاع الدوره او النزيف او الكلام ده او طبيعه العاده الشهريه بتبقى ليها علاقه بين السيدات في الاسره الواحده. لو ال 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 زي ما بقول لحضرتك النزيف، انا لو السيده مش قادره تقرر بالظبط اذا كان ده نزيف ولا لا يبقى فورا يجب استشاره الطبيب، لان ممكن يكون النزيف ده بدايه، يعني مثلا البنت اللي ما اتجوزتش لو بنتكلم عن بنت في سن صغير وابتدى يجي لها مثلا الدوره في سن مبكر او نزيف او حاجه زي كده فده ممكن يكون علامه ان في عندها ورم على المبيض او بيفرز هرمونات غير طبيعيه او حاجه زي كده. لو البنت ما اتجوزتش مثلا في سن كبير في فعدم تاخر سن الجواز تاخر سن ده يا دكتور دلوقتي الشائع وبقى الطبيعي بمعنى صح، وخصوصا لما يبقى مصحوب بقى بمشاكل اضطرابات في التبويض لفترات طويله ازاي بقى؟ يعني ما بيحصل زي تكيس المبايض مثلا. ايوه ممكن تكيس المبايض يا دكتور يؤدي برضو لنزيف الرحم؟ طبعا يعني تكيس المبايض فكرته زي ما قلنا في الاول ان هو قلت لحضرتك ان الدوره الشهريه فيه هرمونين استروجين وبروجستيرون بالظبط، فالتبويض هو اللي بيعمل البروجستيرون. البنت اللي عندها تكيس مبايض ما عندهاش تبويض فما عندهاش البروجستيرون فعندها نمو مطرد في بطانه الرحم بدون بروجستيرون فده بيحصل لها نزيف.
النقطة الثانية المهمة ان احنا لو عندنا هذه المشكلة اللي هو عدم حدوث التبيض في عدم وجود هرمون البروجستيرون، ده بيعمل لي مشاكل بقى في البنت بشكل عام، يعني يعمل لي اورام ليفية، يعمل لي تضخم في بطانة الرحم، يعمل لي بطانة مهجرة. لو اهملت بقى ولا على المدى الطويل؟ على المدى الطويل. يعني عرفت ان عندها نزيف وقالت لا مش مشكله انا كويسه وما بيحصليش اي حاجه غير بس ان انا بعاني ان وجود الدوره بتنزل لي بشكل كتير جدا، واهملت بقى سنين. مظبوط مظبوط. دي بيعمل لها بحصل لها كل المشاكل اللي بيقول عليها بقى، الورم الليفي والبطانه المهاجره، اكياس على المبيض، تليفات في الثدي. ده غير مشاكل تكيس المبيض الثانيه بقى، مشاكل تكيس المبيض. لا بس خلينا نتكلم قبل تكيس المبيض، ودي نقطه مهمه جدا تكيس المبيض، بس عايزه ارجع لنقطه مهمه. ايه علاقه يا دكتور النزيف بوجود اورام ليفيه عاديه في الثدي؟ لا هي مش علاقه النزيف، هو اللي سبب النزيف هي لخبطه هرمونيه. يعني نزول النزيف بسبب يعني البنت اللي مثلا تعمل فحص تلاقي في الثدي مثلا في تليفات او اورام، ده يبقى كده ممكن يكون النزيف هو السبب. دي بنسميها اسوشيشن او ارتباطات، اللي هو ان نفس السبب الهرموني اللي عمل نزيف هو اللي عمل تليفات في الثدي، هو اللي عمل امراض ليفيه في الرحم. تمام. يعني هي ان هو عندها مشكله هي السبب في القصه دي كلها، وهي ما دورتش ورا موضوع النزيف فما عرفتش السبب، اللخبطه الهرمونيه اللي عندها سببها ايه، فده عمل لها تاثيرات بعد كده في جسمها كله يعني. ونتكلم بقى عن تكيس الموبايل. تمام. اتفضل. هو طبعا شائع جدا تكيس المبايض وبنشوفه كتير قوي، وهو سبب الاساسي مقاومه الانسولين. مش لازم يبقى معاه نزيف، يعني مش لازم يبقى معاه نزيف، لان تكيس المبايض ممكن يبقى في بنت او سيده دورتها منتظمه تماما، ما عندهاش مشكله في النزيف وما عندهاش مشكله في اي حاجه، لكن في اعراض اخرى، اضطرابات هرمونيه في التحاليل بنشوفها لما نعمل تحاليل، شعر بيطلع في اماكن في جسمها في وشها او حاجه زي كده، حب شباب، زياده في الوزن لان هو مقاومه انسولين في الاساس. فده كله زياده في الوزن غير مبرره، يعني دايما تقول لك البنت وبالذات انا بسمعها كتير يا دكتور وحضرتك تصلح لي المعلومه، دايما تقول انا مره واحده لقيت نفسي بتنفخ، وبرده بيبقى كمان تيجي تساليها تقول لك انا عندي الدوره متلخبطه، ممكن شهر تيجي وتقعد 3 أو 6 ما بتجيش، وايه علاقتها بقى دلوقتي؟ ده مش بالنزيف بقى، ده بقله نزول الدوره. هي عموما الحرق عند البنت يبقى ضعيف. يعني مقاومه الانسولين عندها عاليه، فالحرق عندها ضعيف، فاي كميه اكل يخلوها تتخن، ده حقيقي. يعني حتى تقول لك من شرب الميه، انا بورم من شرب الميه. ده حقيقي. هي ان فعلا هي عندها الحرق ضعيف جدا، وعندها مقاومه انسولين، حتى يبقى عندها افراز هرمون الانسولين زياده. لان هو محتاجينه جامد قوي عشان يقدر يحرق الاكل. فهي بيحصل لها بقى المشاكل او الاضطرابات، وممكن زي ما حضرتك ما تحصلهاش مشكله في التبويض، يعني ممكن تلاقي واحده عندها تكيس مبيض وبتحمل عادي جدا وبيحصل لها تبويض عادي جدا، لكن عندها المشاكل الاخرى. بس عايز ارجع للنقطه دي معلش يا دكتور، وبالذات ان احنا بنسمع عن تكيس المبيض لما بيحصل لواحده حامل، الموضوع التكيس بيزيد او بيكبر، وده ايه علاقتها برضه بموضوع الحمل؟ يعني يا ترى التغيرات اللي حصلت لها ده بيسبب ان التكيس بيكبر، ولا لا اللحميات او الحاجه الثانيه هي اللي بتعمل كده؟ لا، انا ده حضرتك ان التكيس المبيض علاجها الحمل. علاجها الحمل. يعني بتقلل حجمها يعني؟ لا هقول لك، هو فكره تكيس المبيض مش حجم المبيض نفسه، هي تكيسات صغيره، هي الفكره ان هي ما عندهاش هرمون بروجستيرون، او يعني مش موجود بالقدر الكافي، التبويض عندها مش كافي، وده برضو ده قلنا في نوع معين من تكيس المبايض، لان في نوع تاني منهم بيبقى عنده تبويض، صعوبة عنده تبويض كويس والدنيا تمام، وفي ناس بيبقى عندها صعوبة مع دم بيجي لها عندهم مشكلة في التبويض، هم دول اللي عندهم صعوبة في حدوث الحمل. فدول مجرد ما بيحملوا مشاكلهم بتتحل. فيعني مجرد هي ما بتحمل، لان هرمون، لان الحمل عبارة عن هرمون بروجستيرون فقط. اللي هو اصلا اوريدي عندهم مشكله معاه بيبقى موجود وبوفره وبكثره في الحمل، فبالعكس التكيس ممكن ينتهي بعد الحمل. طب احنا عارفين كده ساعات البنت او السيده مثلا بيجي لها وقت نزول الدوره بيجي لها صعوبه مثلا وجع والام، فبينصحوها تشرب قرفه، فمجرد انها تشرب قرفه بيحصل لها موضوع النزيف. يا ترى فعلا ارتباط المشروبات او ارتباط الحاجات دي بموضوع النزيف يا ترى ليها علاقه فعلا، ولا ده كلام بيتقال وخلاص؟ لا ملهاش علاقه. ملهاش علاقه. يعني ده كلام لا يعني. لا ملهاش علاقه. يعني عشان في بنت تقول انا بشرب كم قرفه كتيره جدا، ما عشان عارفه انا الجمل دي على طول صح؟ يعني اصل في ناس تقول انت بتسالي اسئله مش طب ما هو الحاجات دي انا يعني انا بسمعها اساسا من الناس اللي حواليا.
لا انا بسمعها على طول برضو في العياده، وبكتفي ان انا ببتسم وبسكت يعني، فهو المريضه لا بس تصلح لنا المعلومه يا دكتور. آه ايه علاقتها؟ مفيش علاقه، ملهاش علاقه. مفيش علاقه يعني، زي مثلا ما يقولوا في اكلات معينه ممكن تزود الموضوع الدوره الشهريه او تعمل مشكله، مفيش حاجه اسمها كده. لا ما في يعني، في بعض الاكلات اللي زي هي باباي مثلا، ايه علاقته بالحمل؟ يعني في بعض الاكلات ممكن تزود نسبه السيوله، ممكن تاثر حاجات، بس دي حاجات نادره مش ده الاصل في الاكل. يعني برضو فكرة السيولة مثلا اللي احنا قلناها في الاول، ان هي المريضة لو عندها مشكلة في تاخد دواء سيولة مثلا، او بتاخد اسبرين، او بتاخد تبقى حاجة معدية انها تزود، ده يزود الدورة ويعمل نزيف، وهي ما تبقاش مدركة ان ده سبب. المريضة اللي عندها مشكلة مثلا ضغط عالي، المريضة اللي عندها مشكلة في الكبد، المريضة اللي مولودة بنقص في عوامل السيولة، حاجة هي مش مدركاها. تعرف حضرتك مش زي الهيموفيليا، يعني هي مش الهيموفيليا بس زي الهيموفيليا، اللي هو نقص في عوامل التجلط بتبان عند المريضه فقط في نزيف. فتيجي تشتكي انا عندي نزيف يا دكتور اعمل ايه؟ فنبدا طبعا نعمل العادي اللي هو المشهور، السونار، التحاليل العاديه، مفيش حاجه. فنبدا نفكر، تقول لك طب انا لما اتعورت قعدت انزف كتير، يبقى اذا عندنا فنبدا نلاقي ارتباط السيوله بالظبط عوامل التجلط بالنزيف. ففي اكلات معينه ممكن تعمل زياده في، بس دي طبعا بتبقى تاثير مؤقت ولحظي مش حاجه دائمه. يعني زي ما حضرتك ذكرت في بعض يعني ممكن الاكل او الكلام ده كله والحاله النفسيه ليها علاقه، وكمان يا دكتور بعض الامراض يعني مثلا زي الغده الدرقيه علاقتها بموضوع النزيف. طبعا الغده الدرقيه معروف انها لو حصل اضطرابات في الغده، يعني كنا زمان نقول ان لو هرمون الغده الدرقيه قل فالدوره تيجي بنزيف، لو هرمون الغده الدرقيه زاد افرازه الدوره تيجي قليله. طبعا ده الاشهر، لكن ممكن يحصل العكس. يعني ممكن يحصل العكس، اضطرابات هرمون الغده الدرقيه زي اي هرمون في الجسم تاني بيأثر لي على النزيف. لذلك هرمون الغده الدرقيه وهرمون اللبن وهرمون الانوثه الاستروجين دي من اوائل الحاجات اللي احنا بنعملها لما المريضه بتجي لنا يعني؟ كفحص هرمونات. ده المقصود بفحص الهرمونات، كل الهرمونات دي عشان تتاكدوا يا ترى فعلا تغيير الهرمونات هي ليها تاثير الاكبر على موضوع النزيف ولا. طب دكتور احنا ذكرنا اسباب كتيره جدا، يا ترى بقى طرق العلاج مختلفه عن كل سبب؟ يعني مثلا في ناس مثلا اللي مركبه له دكتور ينصحها يقولها لا حاولي بقى تستخدمي وسيله تانية غير موضوع اللوب عشان هو ده اللي عامل لك الازمه. تمام. يا ترى بقى ان هو انها ما تركبش لوب ده علاج وفعلا هيبقى علاج فعال، وتيجي تقول لك لا طب انا ما ركبتش اللوب وللاسف لسه النزيف عندي مستمر مع اني مثلا موقفه بقى لي سنتين ثلاثه. تمام. هو اول حاجه زي ما حضرتك تفضلتي ان احنا نوصل لتشخيص، يعني هل اللوب مثلا، طبعا اللولب الحيسي او الفضلي مش الهرموني بيبقى هو المتهم الاول في حالات النزيف. ايوه بقى هو انت مركبه لوب يبقى هو اللوب هو السبب. برضو راس منع الحمل الهرمونات، المريضه لو هي بتاخد راس منع حمل فمتهم الاول انت حضرتك لخبطتي في الاقراص، ده سبب النزيف. اخدتيها بطريقه غلط بالظبط، فهي لا تقول لك انا محافظه على النظام وما بلخبطش، لو قالت انا لخبطت خلاص القصه انتهت، إن لا تاخدي بالك وتلتزمي بالنظام. لو قالت انا لخبطت لا، يبقى اذا محتاجين ان احنا نظبط النظام بتاعنا. طيب ما لخبطتش يبقى اذا في سبب تاني، هل نغير الوسيله؟ ما برضو احنا مش عايزين نشيل اللوب او نوقف البرشام، واحنا هل نغير الوسيله نستعمل وسيله تانيه؟ طب احنا عندنا مشكله. طب لو ما استعملناش وسيله خالص هل الامور بتبقى تمام؟ في الحاله دي نوقف الوسيله وممكن نستعمل وسيله زي واقي او حاجه زي كده. طيب لما نوقف الوسيله برضو ستيل في دم موجود نازل، هل في سبب عضوي؟ لو في سبب عضوي زي لحميه او ورم ليفي او غيره هنعالجه هنشيله. طيب ما فيش سبب عضوي يبقى في سبب وظيفي، هرمونات متلخبطه، طب ندي هرمونات تعالج الهرمونات، طيب تحاليل، طيب مشكله في البطانه، طب ندي حاجه تقوي البطانه. نقعد بنجرب بنحاول نجرب التجارب دي، طب ناخد عينه عشان نطمن ان مفيش عندنا مشكله، طيب نعمل فحص عشان نشوف نطمن على بطانه الرحم ونطمن على عنق الرحم، هل نعمل منظار رحمي عشان نقدر نشوف بالظبط الدنيا ايه المشكله، يعني نشوف بعينينا المشكله وناخد عينه لو في حاجه احنا مشتبهين فيها، بنمشي في الخطوات دي كلها. طب هل عامل انيميا؟ نعالج الانيميا، احنا دايما في اي مرض بنعالج السبب وبنعالج العواقب، فبرضه بنعالج الحاجتين. في الاخر خالص بقى بنوصل لمرحله طيب انا مفيش اي استجابه، انا خلاص انا خلفت ولادي كلهم، انا عديت ال40، انا مش عايز اولاد تاني، يبقى في الحاله دي احنا بنوصل للعلاج النهائي بقى.
اللي هو لو العلاج الهرموني فشل وغيره وغيره وغيره، ان انا بعمل تشيل الرحم. تشيل الرحم بس يا دكتور، يعني اكيد ودي المعلومه اللي بنسمعها برضو، ويا ترى حضرتك صححها ولا لا، ويا ترى برضو ارتباطها بالسن. في ناس تقول لا، في يا جماعه الرحم ده ربنا خلقه يعني مفيد جدا للسيده، فاكيد شيله اكيد هيعمل مشاكل، او اكيد وبالذات ان دلوقتي بيقول لك ان ممكن يعملوا زي ان هم يشيلوا جزء او كفر الخارجي زي اكنك بتقشر موزه. يا ترى ده التقنيه الحديثه ولا دي تقنيه قديمه؟ وترى التقنيه دي صح ولا غلط؟ هو شيل الرحم في حد ذاته هو عمليه ما بنعملهاش غير لو احنا في حاله احتياج لشيل الرحم. يعني انا مش بشيل الرحم لمجرد ان الدوره بتيجي تقيله وانا متضايقه فخلاص يا دكتور شيل الرحم خلاص انا كده متضايق، ما بيحصلش. يعني ما ينفعش ان انا يعني شيل الرحم عمليه، وعمليه حتى لو احنا بنعملها كل يوم بس هي عمليه كبيره، يعني كبيرة ما بتتعملش ما بتتعملش غير لو المريضه في حاله احتياج ليها حقيقي. ليه بقى؟ يعني نقدر نقول لا لازم دلوقتي تخش تشيل الرحم. ايه بقى؟ يا ترى وجود اورام احنا شاكين انها تبقى اورام خبيثه وناخد ممكن عينه منها، ولا لا عشان فعلا الرحم عامل نزيف وعامل ليها زي ما حضرتك بتقول انيميا ممكن تفقد حياتها بسبب النزيف، ولا ايه؟ هو كل حاجه، كل حاجه كل حضرتك تفضلتي وذكرتيها بالظبط، يعني حضرتك ذكرتي الاسباب. لو في اورام، لو في بيأثر على حياه السيده، لو في كميه نزيف مش قادره تقف باي وسيله اخرى، لو يعني دايما شيل الرحم هو بيبقى الحل الاخير مش بيبقى الحل الاول. فعشان كده هو بيفيد السيده صح يا دكتور؟ طبعا يعني، وفي الاخر هي عمليه، الحل الجراحي دايما معروف ان احنا بنلجا له بعد انتهاء الحلول الطبيه مش العكس. فدايما تشيل الرحم هو عمليه اضطرار وليس عمليه اختيار. ما بخيرش المريضه اشيل الرحم ولا اسيبه، لا انا هشيل الرحم عشان 1 2 3. فعمليه اضطراريه، دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو شيل الرحم، لو هشيل الرحم هشيله لوحده ولا اشيله مع المبايض والانابيب والكلام ده؟ هل السيده مثلا سنها خلاص تجاوز سن ال50 فهي بقت مش محتاجه، يعني خلاص طالما هفتح اشيل الرحم اشيل معاه المبايض والانابيب، ولا هي صغيره في السن 40 ل50 مثلا فمحتاجه الرحم والمبايض؟ يبقى اذا لو شلت الرحم حتى اسيب المبايض، وهل المبايض كويسه ولا فيها مشكله معينه تستلزم ان انا اشيل المبايض معاها؟ فتحديد نوع العمليه واختيار نوع العمليه واختيار طريق شيل الرحم، اشيله ازاي؟ اشيله بالمنظار ولا اشيله من تحت عن طريق المهبل، ولا اشيله عن طريق البطن، ولا كل الحاجات دي برضو فكل الحاجات دي بتبقى بالتشاور مع المريضه وبدراسه حاله المريضه جيدا، ان انا اعرف بالظبط المريضه دي محتاجه انهي نوع من العمليات. طيب زي ما احنا ذكرنا وقلنا ان في مثلا حاجات كتيره جدا يعني حوالين الرحم هي ممكن تكون المؤثره على الرحم. طب يا ترى يا دكتور نزيف الرحم ده بيأثر على الاجهزه الثانيه الاخرى اللي حوالين الرحم ولا لا؟ يعني نزول النزيف الكبير ده ممكن يرهق المبايض، ممكن يرهق الانابيب، ممكن يعمل مشاكل، ممكن يعمل تكتلات دمويه تاثر على حاجات ثانيه وفيما بعد تعمل تاثير سلبي وتعمل مشاكل ولا لا؟ هو بالنسبه للرحم فهو الرحم عضو فاتح على بره الجسم. بره الجسم؟ يعني يعني اي مشكله يعني في الرحم ما لهوش تاثير على داخل الجسم؟ لا، لو في مشكله في الرحم هيبان المشكله دي على طول ظاهريا خارجيا بره الجسم، ان هو نزيف بيحصل او حاجه بتحصل. ما ياثرش على الاجهزه الاعضاء الاجهزه المحيطه او الكلام ده او الاعضاء المحيطه غير في حالات بقدر الله بقى اورام والورم منتشر والكلام ده كله. انما وبالذات يا دكتور انا عايز النقطه دي بس اصل انا مهمه جدا عشان برضه عايز افهمها. ليه؟ علشان في ناس تقول الاورام الخبيثه بيبقى حجمها مش كبير قوي، ويا ترى برضه حضرتك تصلح لي المعلومه، لكن الاورام الحميده بتكبر في الحجم بشكل كبير وممكن توصل لفوق كمان، يعني توصل للبطن وتوصل لاجزاء تانية في الجسم لو اهملت وسابت. ويا ترى المعلومات دي ايه اخبارها؟ هو الكلام ده مش على الورم الحميد او الورم الخبيث، ممكن يتشخصه في مرحله مبكره او مرحله متاخره، يعني حجم كبير او حجم صغير. الفكره ان الاورام الحميده ما بتكبر في صمت زي ما بيقولوا، يعني ما بتعملش مشاكل الحميده وهي بتكبر ما بتعملش مشاكل. الاورام الخبيثه بتكبر بسرعه، مش بتكبر ببطء، بتكبر بسرعه لو موجوده في الرحم في اي مكان. ده بالعكس اورام الرحم نفسها من افضل الاورام، لان هي بتفسح عن نفسها طبعا، لان هي تشخيصا في التشخيص في التشخيص، لان هي بتفسح عن نفسها بسرعه صح. لان في عندك اورام الميديا مثلا اورام خبيثه جدا انها مختفيه ما بتبانش المريضه
بتتعايش معاها، بيجي لها مغص، بيجي لها مش عارف ايه، المريضه مش مدركه ان في مشكله عندها. مريضه ورم الرحم، بطانه الرحم دي نزيف نزيف رهيب، والدنيا بتتقلب، ما بيبقاش صامت خالص، فبيعتبر حتى لو حميد فدايما بيتشخص بدري، بيتعالج بدري. الاورام الخبيثه بتاعت الرحم تشخص بدري، بتتعالج بدري، بتبقى افضل بكتير قوي مثلا من الامراض المماثله في المبيض، هما الاثنين في نفس الجزء. فالاورام الرحم لا تعتبر افضل كتير من اورام المبيض، اورام المبيض بتبقى شديده قوي. فالمشكله الاورام الخبيثه انها بتعمل مشاكل كتيره قوي، بتخليها تكتشف قبل ما توصل لحجم كبير. انما لو اهملت، يعني كان زمان في متحف الباثولوجي عندنا قبل ما الايرا اللي هي ما قبل علاج الاورام السرطانيه، كان المريض بيفضل عايش بالورم السرطاني لغايه ما يوصل لاحجام مهوله، لان هو يعني مش متشخص، مش متعالج. اللي هو المتحف اللي هو بتاع العينات القديمه بقى من 100 سنه مثلا او حاجه، ما للاسف ده كان بيوصل لاحجام مهوله. بس دلوقتي حاليا الورم الخبيث مجرد ما بيكبر عن حجم معين بيبدا يعمل اعراض شديده جدا، يعمل اعراض، فبيتشخص بسرعه قوي، ما بيوصلش للاحجام المهوله. ففعلا حته إن بس هي مش معناها ان الورم الخبيث ما بيكبرش، هي معناها ان هو بيعبر يعني عن نفسه. دي خاطئه، هي معناها ان هو بيعبر عن نفسه وهو لسه صغير، انما من ناحيه بيكبر فهو بيكبر عادي، بيكبر بسرعه. اصل ساعات بنسمع يا دكتور بالذات السوشيال ميديا، لما بنسمع لطبيب او ما نعرفش بقى هو التشخيص طبيب ولا مش عارفين، فساعات يقول لك لا بنطمن السيدات ان الورم الخبيث ما بيوصلش للحجم الكبير. لا هو بيكون عامل مشاكل كبيره قوي قوي قبل ما يوصل لحجم كبير. هي دي الفكره، مش ان هو ما بيوصلش، لا هو بيوصل، بس طبعا لو اتساب تماما، والمريضه غالبا بتكون دخلت في مشاكل اكبر بكتير قوي قبل ما يوصل للحجم الكبير ده. بالنسبه للاورام يا دكتور، وفي ناس بتقول في بعض الادويه بتتاخد في تاني يوم الدوره بتمنع موضوع النزيف، يا ترى وادويه شائعه وحتى بيتداولوها السيدات بينهم بعض، لا ده انا اخدت الدواء دوت وقلل النزيف جدا، وتقليل الدواء ده ان هو نزول النزيف، يا ترى ليه تاثير برضو على الدوره الشهريه ولا لا، او على الانجاب ولا لا؟ هو على حسب نوع الدواء، يعني الدواء ده له هرمونات هيبقى له طبعا له تاثير. يعني الدوره الشهريه في حد ذاتها مش هدف، يعني في مثلا لولب الهرموني، لولب الهرموني ده 60% من السيدات اللي مركبين لولب هرموني الدوره ما بتنزلهمش، هل هم في مشكله؟ لا ما فيش مشكله، لان هرموناتهم شغاله زي ما هي. المشكله لو الهرمونات تم التاثير عليها او تم التغيير فيها، هي دي المشكله. ان هو زي ما بيقولوا نلعب فيها، يعني نعمل بنغير في الهرمونات، وبالذات الحاجات دي بتبقى خطر قوي وبتاثر. بالظبط كده، وايه الهدف اصلا من نعمل حاجه زي كده؟ هي بتحصل كتير قوي في السفره، عمره مش عارف ما بتاع تاخد بس حتى دي لو حصلت بتبقى مؤقته. بس يا دكتور دايما بيشتكوا ان من بعدها، من بعد ما اخدوا الادويه دي حصلت لهم مشكله في الدوره الشهريه. طبعا. ليه بقى؟ تاثيرها ايه يا دكتور؟ وبرده نقدر نقول مراحل الخطر، يعني لو اثرت لمده قد ايه؟ يعني مثلا لو بنت حصلت فعلا كده مره واثرت عليها بقيه عمرها، فعلا ممكن تاثر عليها بقيه عمرها ولا لا؟ ولا ده اوفر منها؟ ولا فعلا ممكن لو قعدت اكتر من سنه لا نقولها كده لا اكشفي عشان ممكن تكون الادويه دي عملت لك مشكله ما؟ هو الفكره كلها هو الاضطرابات الدوره الشهريه بتحصل في البنات او السيدات اللي بياخدوا البرشام ده او ما بياخدوهوش. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان واحده مثلا خدت البرشام ده عشان مثلا سي تعمل عمر، كام واحده منهم هيحصل لها اضطرابات بعد كده؟ ايوه قليلين، قليلين كتير مش كتير. يعني دي حاجه امنه يعني يا دكتور؟ دي حاجه امنه، بس احنا لازم الدكتور اللي يوصف للمريضه، ما ينفعش المريضه مع نفسها، لان ممكن في سيدات مثلا واحده جالها جلطه قبل كده، واحده مثلا فوق سن ال 35 وبتشرب سجاير، واحده مثلا عندها سكر. ايه ده؟ يعني هي مواصفات الدواء؟ طبعا طبعا. يعني ما ينفعش كده؟ طب ما دي معلومه مهمه طبعًا جدا يا دكتور. ده خطر جدا، خطر جدا 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 ان مريضه مثلا يكون عندها قابليه لحدوث جلطات وتاخد برشام منع حمل، لان بيجي لها الجلطه اون ذا سبوت، بتاخد البرشام بيجي لها الجلطه يا دي تبقى كارثه. فدي طبعا مشكله كبيره جدا. فوصف الادويه ده لازم يكون دكتور، دي نقطه. النقطه الثانيه ان طبيعه الدوره تلخبط سي مثلا في الشهر او الشهرين اللي بعد العوده مثلا، شهر شهرين بس بالكثير قوي، يعني هو المفروض شهر واحد، المفروض شهر واحد، لكن هنقول شهرين. دايما دايما بنقول للمريضه كده، لو الدوره لخبطت شهر ممكن تطنشي، لخبطت شهرين ما ينفعش تطنشي، ما ينفعش تطنشي بعد شهرين. دي برضو حته مهمه، ان المريضه طبعا
مش من اول دوره تخاف وتقلق وتروح تكشف ولازم تعمل في سونار وتحاليل، لا اتقالي شويه تابع الدوره الشهر ده شوفي الاخبار ايه الا طبعا لو جايب نزيف، انا بتكلم على اللخبطه العاديه. فاللخبطه العاديه دايما اول شهر بنتقل في الفحوصات حتى ما بنعملش حاجه بنطمنها، طالما اول مره تحصل حضرتك تيجي لنا الشهر الجاي، انما الا طبعا لو نزيف بنعمل فحوصات على طول، انما من شهر واحد بس غالبا ما بنلاقيش حاجه لما حتى لو حاولنا نعمل فحوصات يعني. العامل النفسي يا دكتور في موضوع النزيف، وبتهيألي في ناس كتير جدا عامل نفسي بيبقى ليه تأثير كبير، بتهيألي بيجي اكيد حضرتك في العيادات وحضرتك تقول لنا بقى العامل النفسي بتعمل لها جميع الفحوصات والتحاليل والسونار، سونار بقى مهبلي، سونار عن البطن، كل حاجة، تلاقي ما عندهاش اي حاجة وتقول لها طب انت ايه؟ ممكن عامل نفسي يا دكتور يعمل نزيف ويا ترى فعلا يعمله على فترات طويلة ولا لا؟ هو العامل النفسي، انا عايز اقول لحضرتك العامل النفسي ده اهم حاجه، يعني أهم انا حاجة. انا من المنحازين جدا وخصوصا في علم النساء والولادة، منحازين جدا للحاله النفسيه للسيده على حالتها العامه وعلى طب المشاكل. طب يا ريت الرجاله يسمعوا الكلام ده والاهالي يسمعوا الكلام ده، عشان فاكرين ان البنت بتتدلع او ايه اللي هم بيقولوه ده، ما اهالينا كلهم كانت عندهم وبيحصل لهم، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا، هو العامل النفسي مهم جدا 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 وبيعمل لي مشاكل خطيره جدا، ومشاكل اكبر بقى من لخبطه في الدوره الشهريه. يعني في دراسات كتيره اتعملت على اضطرابات الحاله النفسيه والمقابض المناعيه. اضطرابات المقابض المناعيه، الامراض المناعيه، الامراض المناعيه، تمام، اضطرابات الحاله النفسيه والاورام. يعني اضطرابات الحاله النفسيه دي من الحاجات الكارثيه اللي بتاثر على الجسم كله، مش مجرد على مش مجرد لخبطه في الدوره الشهريه، لا لا لا، اضطرابات الحاله النفسيه دي من الحاجات الشديده جدا. فيعني وممكن تعملها بشكل متكرر، وممكن يعني خلي بالك حضرتك ان اضطرابات الحاله النفسيه دي جزء من النزيف الرحمي غير معلوم السبب، بنسميه ايديوباثيك او غير معلوم السبب، لو بعد ما نعمل كل الفحوصات وكل حاجه بنقف مش عارفين، طب هل انت عندك مشكله نفسيه، هل انت عندك، وانا عاده ببدا بيه في الفحص الاكلينيكي. يعني هل انت حصل ايه مودك او نفسيتك، بالظبط هل حصل مشاكل الفتره اللي فاتت، انت حصلت حاله وفاه، حصلت مشاكل وفاه، خناقات، اي حاجه، مشاكل في الشغل، كل الحاجات دي ببدا بيها في الاول خالص، بيبقى عندي خلفيه كده عن الحاله النفسيه، وخصوصا لو هي بتشتكي من مره واحده، يعني لو دوره واحده. انما لو هي مثلا الموضوع متكرر بقاله على مدار طويل، على مدار طويل غالبا ما بتبقاش حاله نفسيه، بيبقى في مشكله عضويه. هتبقى في مشكله عضويه، بس في ناس تقول لك انا اكتشفتها من البدايه كانت حاله نفسيه، ويا ترى تاثير الحاله النفسيه دي هي اللي خلت مثلا بقى حصل نتوءات، حصل الكلام ده كله ولا لا؟ الحاله النفسيه اللي عملت كده هتعمل عن طريق لخبطه الدوره الشهريه، لخبطه الهرمونات، بالظبط كده. بس هو طبعا زي ما قلت لحضرتك انا من انصار جدا الحاله النفسيه على المدى الطويل ممكن تعمل مشاكل، لكن ما ينفعش هي بينها وبين نفسها تقول لك انا السبب ان انا عندي حاله نفسيه، لا انت حضرتك ما تقوليش كده، انت تشرفيني في العياده، اشوفك، اعمل لك كل الفحوصات، اطمن عليكي، وبعدين في الاخر خالص اقول لك الحاله النفسيه. ما ينفعش الحاله النفسيه تبقى هي اول تشخيص. لان طبعا ممكن يبقى عندي مشاكل كتير قوي قوي وانا مش واخد بالي وفاكر ان ده كله بسبب ان انا متوتر او متضايق، لا حضرتك شرفيني في العياده، اشوفك، اعمل فحوصات كلها، وبعد كده حاله نفسيه خلاص يبقى نعمل مديتيشن، نعمل مش عارف ايه، ناخد علاج، نروح لدكتور نفسي وهكذا. دكتور محمد، في برضو بعض الاشخاص تيجي تقول لك طب انا عندي الغده الدرقيه خامله، طب انا عندي الغده الدرقيه نشطه، ايه اللي بتاثر اكتر؟ ولا وفي ناس تقول لك انا عندي غده الهاشيموتو، فايه اللي ياثر يعمل نزيف اكتر، وايه اللي يبقى تاثير الهرمونات فيه اكبر؟ كلهم يعملوا لخبطه الثلاثه؟ اذا كان الارتفاع الارتفاع او الانخفاض دول يعملوا لخبطه، مع انهم بيبقوا يعني في منهم بياخد بدائل ادويه اللي هي تعويضا عن الهرمون. لا، لو هي خد علاج بيبقى تمام، يعني لو ما بيعملش خدت علاج بتبقى تمام. انما لو الدنيا ملخبطه يحصل طبعا نزيف. الهاشيموتو مش دي التهاب في الغده الدرقيه برضو، بينتج عنه ان الهرمونات بتزيد وبعد كده بتقل. فالهاشيموتو مش حاجه لوحدها كده، لا ده هي بسبب حاجات ثانيه. والهاشيموتو ممكن تخف، ممكن الالتهاب اللي في الغده يخف. على عكس مثلا زياده افراز او نقص افراز الغده الدرقيه ممكن يكمل فترات طويله، بس مع ان الهاشيموتو ده مرض مناعي. مرض مناعي مظبوط. وممكن يخف، في ناس كتير قوي يبقى عندها هاشيموتو او لخبطه وتخف، وفي ناس عندها هاشيموتو وبتكمل.
ويزيد معاه. فلازم دايما باستمرار في الحاجات اللي زي دي بيبقى معانا دكتور غدد. غدد صماء هو اللي يفيد اكتر مع دكتور النساء. دكتور غدد بيبقى معانا بنعمل زي ام دي تي كده، مع ان في تخصص دكتور غدد وهرمونات، يعني غدد صماء وهرمونات. ده الغدد الصماء ده البطنه، غدد صماء بطنه. ده برضو بيبقى معانا. بس الهرمونات دي مش ليها علاقه بالنساء شويه ولا لا؟ هي هرمونات الجسم كلها. مش مرتبطه بس هو نفس التخصص بتاع الغدد الصماء ده. ما هي الغدد الصماء بتطلع هرمونات. ايوه. فده تخصص الغدد الصماء والهرمونات، ده تخصص باطني. بيبقى معانا في الحالات اللي زي دي، انما ملوش علاقه بشغل النساء يعني. بس لازم يبقى متابع مع نساء. طبعا. يعني يبقى الاثنين شغالين مع بعض. طبعا، بنعمل حاجه اسمها مالتي ديسيبلينري تيم، او يعني طاقم متعدد المهام. ان احنا الاثنين بنشتغل مع بعض، هو يزود العلاج، انا مثلا كذا وهكذا يعني. بالنسبة لطرق العلاج يا دكتور، واتكلمنا عن الأدوية، عايزين بقى نتكلم تاني على حاجة بنسمعها شائعة، لا نامي على ظهرك وحطي مخدات وارفعي رجلك والنزيف ده يقل. يا ترى الحاجات البسيطة اللي بتتداول دي حاجة بتبقى صح ولا غلط؟ ما هي مجرد ما هتقوم النزيف هيزيد تاني. بالظبط، هيرجع تاني. أو تنزل رجليها. فمش هتقضي عمرها في ال رفع رجليها. رفع رجليها، مش هينفع يعني. هي طبعا يعني دي ولا حاجة، دي ممكن تتعامل مع واحدة حامل مثلا تعبانة شوية تثبت. إنما مش هينفع تعمل في سيدة عادية. نزيف. بالظبط. طب إيه تاني طرق يا دكتور العلاج؟ يعني نقدر نتكلم بشكل تفصيلي بقى عن طرق العلاج لكل الحالات اللي إحنا قلناها. في مثلا يعني لو احنا مثلا عندنا علاج هرمونات وعندنا علاج جراحي، في برضو من ضمن طرق العلاجات اللي احنا بنعتمدها مؤخرا العلاج بالاشعه التداخليه. العلاج بالاشعه في بعض حاجه حديثه يا دكتور ولا بقى لها فتره؟ يعني بقى لها فتره، بقى لها كذا سنه. في بعض السيدات ممكن ان احنا لما بيجوا لنا بيشتكوا من نزيف، بنقدر نقفل الشريان المغذي اللي رايح اللي هو بيتعمل له كي يعني؟ لا، بيتحقن ماده معينه في الشريان ده بتمنع سريان الدم للبطانة الرحم او للورم الليفي او للرحم او غيره. فالعلاج بالاشعة التداخلية ده برضو جزء من العلاجات اللي احنا بنعملها في بعض الحالات اللي هي غير قابلة للاستجابة للعلاج الجراحي، او مش عايزة تعمل علاج جراحي. حضرتك تفضلت قلتي في علاج احنا ممكن نشيل جزء من بطانة الرحم اللي هو الكي بطانة الرحم ده. انا ما بفضلوش شخصيا يعني، انا ما بفضلش ان احنا نعمل كي بطانة الرحم، لكن ممكن نعمل طالما هنمشي في نفس السكه ممكن نعمل اشعه تداخليه. يعني اشعه تداخليه للرحم، نقفل الشريان المغذي للبطانه الرحم او للورم الليفي او للمنطقه دي من الرحم اللي بتعمل نزيف، بحيث انها النزيف ما يحصلش. فدي برضو جزء من العلاجات الموجوده وفي تطور مستمر برضو الاشعه التداخليه يعني. وبيحصل فيها جديد يا دكتور؟ طبعا. وفي ناس تقول لك مش شرط بنت او مدام، ده بيتعمل لها العمليه وبدون اي تاثير على اي حاجه، صح؟ بالظبط، بس نبقى مختارين المريضه، مش كل المريضه هينفع معاها. مختارين المريضه؟ يعني مش مختارين؟ لا، يعني مش كل المرضى هينفع معاهم كل العلاجات. يعني مريضه مثلا حسب كل حاله، صح؟ بالظبط، مريضه مثلا يعني عندها مثلا وصله شريانيه وريديه في الرحم عامله نزيف، طب ما دي انا ممكن اعملها بالاشعه التداخليه، مش لازم شيل رحم، مش لازم اي حاجه. ورم ليفي مثلا معين، يعني مش كل الاورام اللي فيها ينفع معاها الاشعه التداخليه. فاختيار المريضه، مش كل البنات او السيدات ينفع معاهم علاج هرموني. العلاج الجراحي نفس الكلام، فاختيار المريضه ان هي احنا اللي نختار المريضه اللي ينفع معاها العلاج الفلاني او العلاج، مش ان المريضه هي اللي تختار، لا انا اللي بختار. ده الطبيب هو اللي يختار. انا اللي بختار العلاج للمريض.